Safhat al-Tash, le livre parcours du français, la séquence 2, rédiger le canova d'un conte. Hadith Safhat, rédiger le canova d'un conte, fait un dessous à la rabbin. Je remplis la grille suivante en utilisant des phrases complètes. Je remplis maintenant, je remplis Emla ou Hadi Shebeka. La grille, il y a Shebeka. La grille suivante en utilisant Bissiemel Jumal Kamila. Idem Hadi Shebeka, Annafiha. La structure du conte, Heikel Hikaya, ou Adna Hikaya Lati, Natro Sohaya, Mak Mkaybish. Et dans Adna Awelen, la formule du début du conte, Sera ou Ribara, Lati Tbeda ou Biha, Hikaya. Daïmen Hikaya, Hikaya, Ketbeda Biha, Ribara. Il était une fois, il y avait, il était une fois, personnage principal, Sharsia Raïsia, événement inattendu, qui va causer le départ des personnages, ou le dit, c'est Youssef Bib. Reconnaissez Bib de Heb, Hadi Shirtiat Ochra, je vois, le Moutul Eb, et dans la mort. Après la mort du père, il y a un Badem Moutul Eb, la famille a besoin d'argent. Là, il a il a Nohud. Indicateur du temps. Mouchir Zemen qui annonce le départ. Rouel Iradi. Il est l'habitaïtrikaya. Je vois Mouchir l'indicateur de temps ou un matin. L'ennemi du personnage. Principal, il y a l'adou, il y a l'adou, il y a l'ogre, le rôle. Deux actions du personnage principal, il y a le juge, il y a l'adou, il y a le juge, il y a l'adou, il y a لولا انه الى بخي لكتايفا خدا ديك لكتايفا ديك الخطة الاحمر لكتايفا غوج الى مي سور سي بتي زوغ ودارها على هادوك ولاد الغول هادي الاولى وثانيا الى غيفيا سي فخير نوض خوتو من الناس اي مي الوغ بلاس دي زوغيي ودار بلاس ديال خوتو واحد وسادات إذن باش يوهم الغول بأنه رافق الناس لامي دو بيرسوناج برينسيبال إذن صديق ديال الشخصية الرئيسية كان هو الحصان الحصان هو اللي هو تليه ولهم طريق لو شيفال انديكاتور دو طون qui annonce la fin du conte, Mouchir Zemen, l'a dit Yu'lin al-Nihayat al-Hikaya, qu'entoua quelques heures plus tard. La morale ou la sagesse exprimée par le conte, l'Ibra, l'Ikan Sakhjamin al-Hikaya, ou en el marsnaj, la taqlo, d'où l'atfar soir. Les nerfs tels que nous de qui il ne faut jamais
sous-estimer les petits-enfants. مام ملك تحتاقل الأطفال الصغار إنهم ممكن يكونوا ذكيين يكونوا السبب في نجاتك. Cinquième question, je relève les éléments du portrait de Mkaïkish. Je relève à Sakhlej. العناصر العناصر لو بورتري هو الاطار او اللوحه ديال مخايديش اذا هذه لو بورتري دو مخايديش هما غنقولوا نقولوا انه كان ذكي كان طويل كان قصير هذه الاوصاف هذا كيتسمى لو بورتري اذا مينوسكول اي شيتيف كان صغير او ضعيف اي شيتيف شيتيف وقلنا ان هذا ضعيف وهش اذا هذا كيعطيني سيت ان بورتري مورال سيت ان بورتري فيزيك باردون لان هذا باين لانه صغير وكاين ان اوتر مي انتيليجون اي روزي ولكنه ذكي ومطور اذا هذا واش هذا سي ان بورتري فيزيك لا لان كتشوفو بعينيك لا ما كتشوفوش بعينيك الذكاء ما كتشوفوش اذا هذا سي ان بورتري مورال سيزيام كاسيون جو ريليف دي فراز كي مونتر كو مكايديش اي لو بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت جو ريليف اسخرج جمل كي مونتر كو مكايديش التي تظهر لي أن قايديش هي لو بيرسوناج برينسيبال هو الشخصية الرئيسية من هذه الحكاية إذن كاين هنالك جمل لو بلو بوتي سابيلي بكايديش هاد الجملة هادي كاين جملة أخرى مكايديش كي إيتي كوراجو أبيرسو أن فو أ لكستريميتي دي زار مكايديش الذي كان شجاعا كوراجو ابيرسو ان فو لاحظ واحد العافيه على اكستريميتي ديزا في طرف الغابه وعندنا جمله ثالثه il réveilla ses frères et mit à leur place des oreillers نوض خوتو ود et mit à leur place ou d'un blason des oreillers ou سيد إذن هذه الجمل كلها تظهر أن مكايديش هو الشخصية الرئيسية في هذه الحكاية. سيتيام كيستيون جو لي لو كونت دون مانيير اكسبريسيف إذا أقرأ هذه الحكاية بطريقة معبرة غادي نحاول نقراو النص هذا اللي قريناه ديال مكايديش ولكن بطريقة أخرى أي طريقة مابية. Huitième question, je reconstitue la structure de ce conte à partir des éléments relevés. إذن, je reconstitue la structure كنولي نعاود نكون ديك الهيكل الحكاية à partir de la fin des éléments relevés. تلاقى من هذه العناصر التي استخرجتها. إذن غل أولا إلى تتين فوا باش بدينا ثم أن ماتان وفي الأخير انتهينا بكيلك زور دو تار إذن الحكاية بدينا أولا كبحال دائما كاين مقدمة عرض خاتمة حتى بشي موضوع ملي كنبغيو نديرو شي موضوع كنديرو على هاد الشكل هناك مراحل إذن هذه المرحلة الأولى إلى تتيوفا ومن بعد أن ماتان دخلنا في الأرض ونهاية كيلك زور بلو تار إذا جو ريكونستيتي لا ستركتور دو سو كونت أ باغتيغ دي زيليمون غولوفي إذا نعاود نركب هذه الحكاية هيكل الحكاية à partir de ces éléments relevés, tu as la même chose, la seule chose. Ou alors, tu as
بشكل اخر بشكل مختصر ماشي بشكل انا غادي ندير لكم هنايا. اذا الحكايه غتكون il était une fois كان يا مكان un homme qui avait 7 enfants. واحد الرجل كان عنده 7 اطفال. Le plus petit s'appelait Mkaïdish. Après la mort du père, la famille a besoin d'argent. Là, il a acheté une robe. Un matin, ils partirent à la forêt pour chasser du gibier. Au coucher du soleil, ils perdirent la route. Ils partirent à la maison de l'ogre. Qui les accueillit. Le soir, Mkaïdish prit la gdaïpa rouge et l'a mis sur des petits ogres. Il réveilla ses frères et mit à leur place des oreillers. Il appela son ami le cheval. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à leur maison. Tout le monde est content. On organisa une grande fête à leur retour. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. Denali wa nas. Wa akhiran, je retiens la structure générale d'un conte. هيكل العام ديال الحكايه دائما كتكون فيها مراحل, كتكون فيها مراحل كما قلت لكم بحال اللي عندنا في اي نص ادبي, كندير مقدمه عاد خاتمه. كاين لا ستركتور دو كونت, هيكل الحكايه, لي زيكسبرسيون دو تون كوريسبوندون, اذن تعابير الزمن المستعمله المناسبه او المناسبه. إذن لو ديبي, في البداية كاين لا فورمول دو ديبي دو كونت, العبارة التي نبدأ بها الحكاية, وكاين لو بيرسوناج برينسيبال, شخصية رئيسية, وليفينمون إناتوندو, الحدث غير منتظر كي فا كوزي لو ديبار دي بيرسوناج اللي غادي تسبب ذهاب هذه الشخصيات. إذن هذه هي كنبداو دائما لا فورمول دو ديبي دو كونت, كنبداو العبارة إلى تات اون فوا, ومن بعد كنديرو اون إلى تات اون فوا ان أو بيان اون, مثلا ان هوم أو بيان اون فام أو بيان لكن مذكر ان ولا اون كي افي اللي كان عنده مثلا او اللي كان, وكان بداو في سرد الحكايه. كان في العرض كندير لي زاكسيون الاعمال, لانديكاتور دو طون كي انونس ديبا, اذا واش الزمن اللي غادي يعلن على بدايه الحكايه, لينومي دو بيرسوناج برينسيبال العدو ديال الشخصية الرئيسية, ثم لي زاكسيون دو بيرسوناج برينسيبال, وكنعطي
الأعمال اللي قام بها هاد الشخصية الرئيسية، وكنذكر لامي دو بيرسوناج برينسيبال صديق ديال هاد الشخصية الرئيسية. إذن فهادي كنبدأ دائما كنبدأ بأن جور، أن جور كنبدأ فيه. وأخيرا في النهاية كاين لانديكاتور دو طون كي أنونس لا فان دو كونت، انديكاتور du temps chez Zemen qui annonce le dioulin en nihayet l'hikaya, la fin du conte. Ou que j'ai une bête à khéren qu'en te voit la morale, l'ibra ou la sagesse exprimée par le conte. Les mouabbara l'hikaya. Iden هاد النهاية كنبداها بأن مومون بليتاغ باش كنعلن على نهاية الحكاية. أن مومون دان واحد واحد زمان في زمان فيما بعد، وكنعطي النهاية ديال الحكاية، ومن بعد كنعطي هاد لا مورال. إذن هكذا نكون قد انتهينا من صفحة 13، وشكرا على انتباهكم.